بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جد علينا رسول الله، جد علينا رسول الله، وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا حبيب الله خير العباد خير العباد. جد علينا رسول الله صلوا وسلموا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على والليل تجاه من وفرته. الصبح بدا من
أنت بدر مرحبا، أنت نور فوق نوري مرحبا، أنت إكسير وغالي مرحبا، أنت مصباح صدوري مرحبا. صلى الله على محمد، صلى الله مرحبا، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم مرحبا. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا رحمة الله، يا سيدي يا نعمة الله، يا سيدي الله يا رسول الله، يا شفيع الله، يا سيدي الله، يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، خير البرية، والليلة عندكم عيد يا أحبابي، مولد رسول الله خير البرية، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم، أمن تذكري ذرة من بيبي سلمي، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم غبت ريح من تلقاء كاظمتي، وأوقع البرق في الماء من إغمي، فما لي عينيك إن كنت كفوف غمتا، وما لي قلبك إن كنت تستفق يدي، مولاي صلي وسلم دائما أبدا كله. أيحسب صب أن الحب مكتم، ما بين منسجم منه ومغترم، لولا الغوى لم
مقدور قدم عن على طللي ولا أعرف دليل ذكر الإيمان والعلم فكيف تقي روحه بعد ما شهدت فيه عليك حضور دمعي وسقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا وأثبت الوجد خاطي عبرة وظنى مثل البقر على خديك والعنبين نعم سارى طيب من أغضى فأرقني والحق يعترض عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي صل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك حاليا سيري بمستتيري عن الغشاة ولا دائمي منحسبي ما حلتني النصح على إن لست أسمعه إن المحب عني تنظلي في صممي إني اتهمت نفسي الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح العلي تهبي صل مولاي صلي وسلم دائما أبدا أنا حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بي ما تعالى من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت سيرا بدالي منه بالكتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي براتي ذي محب من غوايتها كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كطفل إن تهمله شاب على والنفس كطفل إن تهمله شاب على حب رضاعي وإن أفطمه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف غوا غوا حاجة فرأة
تولي أبو إن الهوى ما تبى لا يصلي أو يصلي وراعي وهي في أعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسيبي كم حسنت لذات للمرء قاتلة من حيث لم يدري أهد السم في تسبي سل مولاي صلي وسلم وخشت سائي سمين توعي ومن شبعي فرب مخمصتي شر من التخمي واستفرغي دمع من عين قادم تلأت من المحارم وسمح يتندى شيطان وعصيهما وإنهما ما حضر كل صحفة تهيمي سل مولاي صلي وسلم من دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعريف قيد الخصم والحاكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الليل عقبي أمرتك الخير لا اعتبرت به وما استقمت فما قولي لك استقبلي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم اصلي سوى فرض ولم اسمي الله الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من سغبي أحشاءه وطوى تحت الحجارة الكاش عن مترفى لأدم وربطته الجبال Oh.
كل
من معني ما أخبر الأقوام كاتينكم في الذين هم المعبد لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل أحسائي ملتقيمي صلوا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഖസീദത്തുൽ ഖുർദയും മറ്റുമെല്ലാം അതെല്ലാം അവരൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായി മനോടുകൂടെ എന്ന കൽമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ് അവസാനത്തെ ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാ ആളുകളും രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി മനസ്സൊക്കെ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസവും തീർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Habibi ya Rasul Allah, 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 Allah ya Mawlana, Allah, 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 Habibi ya Rasul Allah, Mawla ya Salli wa Sallim da'iman abadan ala Habibi خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك فإن من دونك دنيا وغارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نفسي لا تقنطي من زلتين عظمت إن الكبائر في الغفران كالهمم لا علا رحمة ربي حين يقف
تقسيمها تقدير لا حسب المسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق بعبدك في دارين إن له صبرا فتا تدعون فالوال ينهزمين وإذا لصحب صلاة بك دائمة على الحبيب موت وأطراب العصا بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خال بالخلق كله ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم سعد سعيد زبير طلعة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر كرم والآل وصحب طه التابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في كله فاغفر إلهي للمسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بدائما بيتها في طيبة الحرم واسمه قسم فرج بها كربلا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خال للخلق كلهم يا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مفضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا السلام على الفارس. أمك نعت بعد تبعد.